رسالة نهائية لكل السادة المشاهدين اللي متابعيننا دلوقتي في برنامج أولادي جنون، تحب تقول لهم إيه؟ راجعوا أحاديث النبي في التربية هتبقوا شاطرين قوي. النبي عليه الصلاة والسلام جاب حاجات كتير قوي جميلة، والدين بتاعنا جاب حاجات جميلة، والأديان كلها مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى، وكل من يدين على الأرض بدينا سماوية فهو يدين لله سبحانه وتعالى. احنا لا نفرق بين حد، تمام. لكن دايما خلي نفسك مطمئنة وانت راجع البيت. ابني ملوش ذنب بالضغط اللي عليا، ابني ملوش ذنب بالمشاكل اللي بتقابلني، ابني ملوش ذنب بالموضوع الفلاني. كذلك الام، اختلف انت والام، لان برضه نقطة عايز انوه عنها، انتشرت في الاخيرة الاونة الاخيرة عملية الاختلافات بين الازواج، وكل واحد فاهم حاجة. ايه هي؟ ان انا اتجوزت دي تبقى بتاعتي. مفيش حاجة اسمها بتاعتك. حاول تتواصل مع الام لتقرب وجهات النظر. لو قربت من وجهات النظر هتنزل الجيل اللي تحت اللي هو جيل الاولاد، فاولادكم ان شاء الله هيبقوا سعداء جدا.